تسمى والف الكورسان تتضم اني ناس يلزم ديالي الرئيسه يا بعدا ديالي احنا معاه نص فهمتني غرا او في القانون الدولي ممنوع من عند بات الرئيس يكون التبع دعوة عسكر. العسكر عنده الحرب، عنده لاكير مونديال، عنده الطيارة في السماء، عنده الإشارة في الأرض، عنده البندقية، هذا اللي يتحكم بهم. أمي الباقي وكي يطلع رئيس الجمهورية راهو يتحكم حتى بالقيصرة لو كان تولي الحق ولا بصح. إذا كان ضعيف، اسمح لي إذا كان ضعيف ما عندوش يعني الشعبية راهو يكمل له القيصرة ويحكم بها حتى هو. لا رئيسنا مدينة، احنا تلحقنا الحضارة كما مصر الحضارة نتاع مصر يقتلوا بعضهم ويمشوا بعضهم الدولة الخاضوعة لليهود. ها سيناء روح وانت وعدي تقوالي اليهود وين قتل الشعب ويكاري عندي الحبس يا الا الجنرال قائد الاركان يطلع يا مرسي هيطلع لي الا ماشي يطلع مرسي يقلني على القسم يدك سليني غراح الناس انت هو رئيس القوات المسلحة ويقاس كودي تاني غراح ها؟ يقاس كودي تاني غراح في مرش متى؟ مكسيس انت تدري بالفرنسي انا ما فهمت بالفرنسي انا ما فهمت باللغة العربية ايه وضح لي الكلام ايه وضح لي بدأ تقول لي جنرال هذا السيسي هذا كان قايد كان فريق كان لا كان ضعيف شكون اللي طلعوا للمرتبه هذه هو مرسي يا ولدي انتهينا قايد الاركان من ميرم قايد صالح يا رجل تقيد لا ومن بعد يسيد ودينا يا مرسي هي الا الاسلاميين انت ما عنديش الاسلام احنا مع الاسلام اسمع انت يوي يا كاسكوديت يزرب اللي ها مرسي تروح غير الهاويه هيا نمشي لو كان لا تروح للهاويه ما يا ودي تشوف كان وقال لي الجبال الاسلاميه اللي انقذني وقال لي سني غراح ما قبلي الاسلام يفوح يا ودي الاسلام قاري اسرائيل وكان قاري ماشي الاسلام ما تصلاش ما نمشي ظلاني ما نمشي ندي الدولتا انا الله يكي يا نمشي لا لا خويا انا مع الاسلام يا رجل المسلمين كل لا الحاكم نتاعك المسلم الشعب المسلم لا شغلك انا من الا الحاكم يا مسلم يا وكل لايكية العلمانية لا أوليك شو زريك من إلا عمر بن الخطاب إلا عمر بن الخطاب إلا وديني لنشي لايكيين واتوذ لي لما ذي طوما بينا ما هذي للا سيكريتي أشرف لك أكلي مني إلا لايكية هزري كي يرفض المشكلة هني بيوش نهزك أنا واش كون أنا لا أنا شعبي بسيط قد يا رجل أنت ما تحبش الإسلام وانت اللي راح تجي عمر اخويا الجزائر كل المسلمين نغرق غرنا الى النظام محمد رسول الله نغرق.